أشد الزوجات عندا في نساء الأبراج، في زوجات كده ما شاء الله الدماغ زلطة ناشفة، وللأسف الرجالة بتعاني وهتفضل تعاني مع النساء دي. ما فيش حد يمشي علينا كلامه، انت ما تعرفناش لسه. يلا بينا. برحب بأجمل ناس في الدنيا معانا، كل النساء ال 12 بالترتيب من الأقل للأكثر عندا. وعلى فكرة في موضوع العند ده، خلي بالكم من المواضيع اللي بيختلف فيها الرجل كتير قوي عن الأنثى، عشان كده لازم لما تتكلم في العند تاخد النساء لوحدها وتاخد الرجال لوحدها، ده الأدق يعني. أرحب بيكم وأدعو اللي ما اشتركش إن هو يشترك، والجديد يعرفنا بنفسه نرحب بيه. وأرد بسرعة بقى، لأن أنتوا عملتوا لي فجوة بتعليقاتكم في الحلقتين اللي نزلوا، ولما بنقول الأبراج اللي يبان عليها شريرة ومن داخلها طيبة، وأبراج تانية يبان عليها إن هي طيبة يعني ومن داخلها شريرة. فمثلا يعني أنا أتذكر في بعض التعليقات تقول لك انت عملت اكتر الابراج طيبة وجبت الحوت التاني، ازاي جايبه في الابراج اللي هي يبان طيبة ومن داخلها شريرة؟ والنبي نفهم بقى، نفهم انا قلت ايه في الحلقة. انا قلت ان الحوت طيب، اتفقنا اختلفنا مفيش، اهوت بقى الحوت طيب، يبقى دي اول نقطة. اذا حدث ما يؤدي لشقلبة، ادي بالبلدي اهوت، الطيبة، وان انت جيت على الحوت كتير وظلمته وقسيت عليه، الحوت ده هيكون اشر شخصية تشوفها. ليه؟ انا وانا بحلل، انا مش بقول اي كلام، استندت لايه؟ لحاجتين اساسيتين. الحوت شيال وانتقامي، الحوت شيال بيخزن لو بعد 100 سنة فاكر، وانتقامي، انتقامي جدا. الاتنين دول على طول تستنتج انت منهم ايه بقى؟ الاسترسال والاستنباط، ان البرج ده لو اتظلم قوي هينتقم، هيبقى شرير، والانتقام ما حدش يقدر يعمله الا لما يكون شرير. انما في العادي الطبيعي بتاعه بشكل عام ده برج طيب، ما يبدأش بالأذية، ما يحبش المشاكل، ما يجريش وراها، ما يسعاش وراها، بعكس أبراج تانية. إنما لو اتحط فيها نفهم رجاء، ده اللي انا قلته. وصلت الصورة؟ بس انا عمري ما اقول كلام متناقض، اللي بيسمعني هو اللي بيبقى مش فاهم وجهة نظري، فرجاء نخلي بالنا من النقطة دي. معلش بقى ده وشتكم، ده انا كنت بفكر اعمل حلقة كاملة فيها والله. يلا بقى توقعوا كل انثى كده بقى تقول لنا مطلعة عين جوزها ولا حبيبها ولا خطيبها من احساسها بنفسها ومن اللي هو شايفه مستحمله معاها، هي تيجي في المركز الكام؟ الحوتية العسولة، اهو بقى الكلام بيجيب بعضه في ال 12 اقل نساء الابراج عند. ليه؟ ما خلي بالكم انا لو اشرح لكم السبب اللي برتب عليه كل برج هناخد ساعتين ثلاثة في الحلقة، لانها اكثرهم احتواء وعطاء، حني. عايزين بقى كده نمشي كده بقى، نقعد نمدح مع بعض بقى، ما لازم اختصر وانجز وانا بتكلم. يبقى الحوتية في المركز ال 12، ال 11 اعلى منها الجوزائيه. الجوزائيه عصبيه بالموقف بس مش عناديه، يعني الجوزائيه ذكيه ودايما تحب المركب تمشي ودايما تحب العجله تدور، وذكيه وعارفه مصلحتها. انما هي عصبيه، هي بتهب بسرعه، هي بتتعصب، هي انما في موضوع العند ده لا، مش اوفر قوي، الدنيا طبيعي معاها جدا. في العاشر عشان نبدأ بعد كده ندخل في منطقة وسطى، العسل، أنثى برج الميزان. ليه؟ أو أوجع دماغكم بقى بالأسباب، سياسية، دبلوماسية، فاهمة، ناعمة، واعية، تحتوي الموقف جدا وعارفة هي بتعمل إيه. حلو كده، بينا بقى على منطقة وسطى. قبل بقى ما ندخل في منطقة وسطى، أنا عايز ندوس لايك وشير كتير قوي، لأن الحلقة دي مهمة أوي، انطلبت مني بقالها سنة أو أكتر وأنا كنت باعد عن الموضوع ده مش عارف ليه. فرجاء لو عجبتكم أهوت بقى يا جماعة اللي بتكسلوا، ندوس لايك ونشير. لسه ما دخلناش في النساء اللي أزواجهم ولاية جنبهم، يعني رباعي خط النار، رباعي القمة، الأربع نساء الأوائل في حلقة النهاردة. الله يكون في عون أزواج الرجالة، بقت ولاية، إحنا بقينا ولاية مع النساء دي. مساكين. في المركز التاسع الشعنونة،
القوسية، القوسية يعني ايزي، يعني 50-50، برضه فيها شوية من الجوزائية كده بحسب الموقف، تطلع تطلع وتنزل على ما فيش. الشعنونة تحب الحياة السلسة ومش شيالة، وتنسى وتتناسى وتتعايش، والدنيا بيس قوي وجميلة معاها قوي. أعلى منها في الثامن صاحبة القوة الناعمة الضاربة الدلوية. معقولة يعني، معقولة أنثى برج الدلو ممكن تصنف من أشد نساء أو زوجات الأبراج، يعني أشد الزوجات في نساء الأبراج عندنا؟ غير منطقي، غير منطقي بالمرة. سلسة، جميلة، هادية، فاهمة، ناعمة، حاجات كتير أوي، اضرب في الخلاط تطلع لك النتيجة. هنخش في الجد بقى، هنقول بقى يا ريت اللي جرى كده هنا، يا ريت اللي جرى مكان كل الأزواج بقى مع النساء دي بعد ما بيتجوزوا ويكتشفوا ما لم يكتشفوه إطلاقا، يعني بيحسوا إن هما كانوا في غيبوبة، أو بيحس إن هما يعني السندريلا، رغم إن هي سندريلا أنثى برج السرطان في السابع، أنثى برج لما بتتربس في حاجة وتعند في حاجة مشكلتها هنا. اوعى تفتكر مع هدوء ورومانسية ورقة السرطونة انها مش عنيدة، لا، ده هي في مركز حلو قوي في موضوع العند بقى، لما تيجي تاخدها كزوجة تحديدا، وصعب جدا اقناعها. ولكن كل ده رحمة، والانثى اللي في المركز السادس اللي انا قلت قبل كده مش هقول ان هي بتدي بالشبشب، لان انتوا زعلتوا ان انا قلت كده. فانثى برج الاسد بتيجي في المركز السادس، انا ما قلتش بتدي بالشبشب اهوت، عشان ما الاقي حد في التعليقات بيقول لي انت بتقول ان انثى الاسد بتدي بالشبشب كل مره ومبوظ سمعتنا، انتوا حرين. انا ما قلتش، قلت خلاص اهو ما قلتش. يبقى الاسد، انثى برج الاسد، هنا بقى دخلنا الرجاله، ولايه ولايه مع الزوجه دي، مساكين جدا مع انثى برج الاسد. هو انثى برج الاسد دي حد يقدر عليها؟ انا عايز هولاكو يطلع في التعليقات كده يرد يقول لي انا قدرت على انثى برج الاسد. هي تخليك تقدر عليها بمزاجك، يا اما مهما تنططت مهما عملت، ده بتدي بال في يا عم الحاج. في المركز الخامس بقى العذراوية، انثى برج العذراء شديدة العناد جدا جدا، تريحك بس مش هتعمل برضو غير اللي في دماغك، خد بالك بقى. الاسد لو انا قارن بينها وبين العذراء، الاسد تقول لك مش عامله، شجاعه هي، رأي كده، واذا كان عاجبك انسى الاسد لما تعلن. العذراويه ممكن لا تسمعك، تريحك، وتيجي مطنشاك، وتعمل اللي في فهم فهم تعمل اللي في دماغها هي. فاهم؟ فاهمين الفرق بين الاسد؟ ما احنا مش شكل بعض، خلي بالكم. دلوقتي بقى موعدنا مع رباعي خط النار، رباعي خط القمة، الأربع نساء اللي يعني ما شاء الله عليهم، نساء يعني كزوجات كده في حتة العند دي ياخدوا دكتوراه. من أول العقربة اللي في المركز الرابع، وهي من أشد النساء عندنا، ودي مشكلتها، من أشد النساء عندنا العقربة دي، وصعب جدا إقناعها، وصعب جدا مجارتها في العند، إلا لو خدتها بالسياسة واحترمت رأيها، بغير كده ملكش معايا عيش، اعرف يعني. في التالت في أنثى أشد، في زوجة أشد، في زوجة الرجل اللي معاها بيعاني في النقطة دي، في النقطة دي بس، إنما هي مدلعاه في باقي النقاط، مدلعاه في حاجات تانية خلي بالكم يعني، إنما هي الأزواج بتعاني في النقطة دي بس مدلعاه في حاجات تانية. الفارسة العنيدة أنثى برج الحمل من أعند وأشد الزوجات والنساء بشكل عام، وصعب جدا جدا إن أنت تفرض عليها رأي، ويعني نهار ما أنت تقنعها بحاجة كده وما تعاندش معاك، تحس إن أنت يعني عملت إنجاز في الكون ده، صعبة جدا. واحنا ده اذا كان اسمها الفارسة العنيدة، الفارسة العنيدة ما بالكم، والله ما خدت بالي غير دلوقت، يعني الفارسة العنيدة، انت متخيل ولا متخيلة؟ انما في المركز الثاني هناك اصلب واشد
وأعند مين توقع الأول وكتب، مين بيكتب معايا، الجماعة اللي بيتوقعوا دايما، أنا بدأت أحفظهم من كتر ما بيكتبوا، المرأة الحديدية. ومن كلمة حديدية استشف أنت، ما هو إحنا لما سمينا كل أنثى باسم خدنا الاسم من صفاتها البارزة اللي فيها. من أشد الزوجات عندنا، فتح موضوع مع زوجها، قال رأيه، بيقول يا ريتني ما اتكلمت، مش هتوصل انت لحق ولا باطل، هي الجدي كده، لا ينفع كده ولا كده، هي كده. ومن أشد الرصد زلطة أسفلت، هو أنا شايفة كده يبقى كده، حد ليه شوق في حاجة، هي دي أنثى برج الجدي، ما عندي خلص الكلام يا خلص يا حاج خلص الكلام مع أنثى برج الجدي. الثورية بتتصدر كل التصنيف في حلقة النهاردة، أنثى برج الثور، واللي جرب، واللي يعني أنا حاسس بيك كرجل، اللي جرب أنثى برج الثور أكيد دلوقتي هو أكتر حد حاسس بالمعاناة دي، فهيرد دايركت في التعليقات ويقول كلامك صح، وأنا ممكن كمان أرد عليه لو شفت تعليقه. هي الثورية يعني أنشف دماغ في الزوجات وفي نساء الأبراج، نقعد نفهم فيها ونحنتف ونتنحنح وننعم صوتنا ونمدح، مفيش فايدة، يا مفيش فايدة، هو كده وخلاص، يا ستي يهديكي يرضيكي، هو كده خلص الموضوع. إذا أنثى برج الثور تتصدر كل النساء في حلقة النهاردة في الموضوع ده. اكتبوا لي بقى آراءكم، أنا مدمن على قراءة تعليقاتكم وأحبها جدا قوي، واكون منشكح جدا عن نفسي وانا بقراها، فاكرين حلقة الانشكاح، فانا بكون منشكح جدا وانا بغوص في اعماق التعليقات كده. اي حد تاني غير محمد ابو زيد بتشوفوا فيديوهاتي عنده، بلوك على طول، ابلاغ، اوعوا تثقوا فيه، عشان تبقوا عارفين يعني الجماعة النصابين دول اللي بينتحلوا اسمي ويرضوا بشخصيتي وبيهجسوا وبينصبوا والكلام الفاضي ده. قنواتنا التانية بقى اللي عايز ان هو يشترك، اللي عايز يحضر معانا اللايفات عامة، لو انت على اليوتيوب ادخل على وصف الفيديو هتلاقيها، لو انت على الفيسبوك انزل في التعليقات، وإلى اللقاء.